دعائكم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضعها كل شيء، وذللها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تبين النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم يتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك وكرمك أن تثنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعة. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند شدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجارت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فاده من البلاء وقيته، وكم من عسار نقلته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفسي بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يعجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضعني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكل اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف دري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، والزماني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي،
هبني الابتدائي كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعية وشعرت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك. ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمال البلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أو لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعام عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يلحقه لهبوها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لعهد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك
أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئة، وتطولت بالإنعام متكرمة، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، برحمتك أخفيته، بفضلك سترته، وأن توفر هزي من كل خير تنزله، أو إحسان تفضله، أو بر تنشره، أو رزق تبسطه، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال في خدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم، ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخسفهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيمة، ومن علي بحسن إجابتك، وقلني عسرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.